مرحبا بكم متابعينا. في حوار لراشد الغنوشي لأحد الإذاعات التلفزية، ابداع لتعابير وجه راشد الغنوشي الخوف والرعب اتجاه قرارات الرئيس قيس سعيد وما تخبيه الأيام في الأيام القادمة. وتوقع راشد الغنوشي انه في الايام القادمه باش يقوم الرئيس قيس سعيد بحل حركه النهضه نهائيا ويقوم بمحي هام الوجود، وهذا بسبب القضايا والشبهات اللي تلاحق قيادي حزب حركه النهضه، بالاضافه الى ملف انستالينغو والجهاز السري لحركه النهضه. هذا اللي باش يخلي الرئيس قيس سعيد يقوم بحل حركه النهضه نهائيا. لكن في نظر راشد الغنوشي هذه ديكتاتورية كبيرة، ومستقبل النهضة مرتبط بمستقبل الديمقراطية في تونس. وحسب تصريح راشد الغنوشي انه فما حملة كبيرة موجهة ضد حزبه، بانه هناك اطراف سياسية معادية للنهضة تفتعل سيناريوهات ارهاب وتبويض اموال، واتهمت النهضة بالاغتيالات السياسية في تونس. واللي من المعروف انه حزب حركة النهضة وقياداته متهمين بالعديد من قضايا الفساد في البلاد التونسية، ومنها تورط العديد من القيادات في ملف انستالينغو وملف الجهاز السري للنهضة وتبويضهم للأموال والتحيل على أموال الشعب. والأيامات هذه قام الرئيس قيس سعيد بفتح ملف الهبات والقروض اللي تحصلت عليها البلاد التونسية في العشر سنوات الأخيرة من حكم حركة النهضة، واللي كانت قيمتها بألاف المليارات. وهذا ومن المفترض أنه في الأيام القادمة باش تفتح قضية ضخمة في أموال الشعب التونسي، وأبواب المحاكم باش تفتح على مصراعيها في استقبال قيادات وأعضاء حزب حركة النهضة والأحزاب الموالية لها، وباش ياخذ الشعب التونسي حقه عاجلا أم آجلا. في آخر الفيديو إن شاء الله ربي ظهر الحق، وما تنساوش باش تشتركوا وتفعلوا زر الجرس باش ما فيكم بكل المستجدات.